إلى اعتقاد. قال الإمام الكاظم عليه السلام: اللهم إني أقر وأشهد وأعترف ولا أجحد، وأسر وأظهر وأعلن وأبطن بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين ووارث علم النبيين وقاتل المشركين وإمام المتقين ومبير المنافقين ومجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين، إمامي ومحجتي. ومن لا أثق بالأعمال وإن زكت ولا أراها منجية وإن صلحت إلا بولايته والائتمام به والإقرار بفضائله والقبول من حملتها والتسليم لرواتها.